السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اليوم في فندق دايموند ريزورت في جزيرة فوكيت تايلاند، نصور غرفة من نوع جراند تو بيدروم سويت. طبعا هنا الآن الصالة، هنا عبارة عن غرفتين واسعتين، هذه الآن الصالة واسعة. طبعا يحتوي على مطبخ متكامل، فيه المغسلة والبوتاجاز وأيضا الميكروويف وصانع القهوة والثلاجة، شيء رائع. طبعا هنا الآن الغرفة الأولى مع هنا دورة المياه. هذه الغرفة الأولى تحتوي على سرير كينج، بجانبها دورة المياه الخاصة فيها، الشاور. تحتوي دورة المياه على شطاف، هنا أيضا المغسلة، طبعا الصالة فيها مكان للجلوس، الكنبة وأيضا طاولة طعام. أيضا توجد شرفة ومكان للجلوس فيها. الجناح رائع جدا وواسع. هذه الآن الغرفة الأخرى، تحتوي على سرير كينج، هنا خزانة الملابس، الدولاب. أيضا تحتوي الغرفة على دورة مياه خاصة فيها، هنا المغسلة وأيضا الشاور. أيضا تحتوي على وجود شطاف. الجناح واسع ورائع.